بالنسبه للاثمنه شكون اللي كيزيد ولا شكون اللي كينقص. مول الدجاج ما عنده حتى شي داخل في هذا الشيء. يعني مول الدجاج راه كيجيب له مول ترونسبور كياخذ معاه واحد القدر تيوك بحال اليوم داير السوق كنحطوه ب 300 15 درهم وكنبيعوه ب 15 ب 16 ونص 17 بحال هكا. يعني ما عندنا حتى شي داخل في هذا الشيء ديال الارتفاع ديال الاسعار. وبالنسبه اللي كيتحكموا في الاسعار ماشي حنايا وماشي كاين الناس بحال دابا السوق حنا تما راه تبع الكازا يعني كيخرج السوق تما وهم الاغلبيه هما اللي كيتحكموا في السوق. لا الكواره ما كيتحكموش في السوق. يعني كون كانوا كيتحكموا الكواره في السوق غادي يديروا هما ما بغاو. ولكن كاينين الناس كيشوفوا يعني واش كاين واحد الكونتيتي عاد كيديروا عاد كيديروا واحد كيحدوا واحد الثمن. الا كان دجاج بزاف راه كيهبطوا شويه الثمن. كان دجاج قليل راه كيطلعوا الثمن. تقدر على حسب تكون الكونتيتي. بعض المرات كيموت لهم الدجاج بعض المرات ما كيكونش. كاين الناس دابا اللي متضرره بزاف لان راه كاين اللي باع الدجاج ب 6 دراهم 7 دراهم كاين اللي باعو حتى ب 5 دراهم. اه يعني راه الناس متضرره بشكل كبير. كاين شي كوارا يعني ما قدرتش انها تواكب هاد الازمه. اه يعني الانسان كيعمر بواحد القدر وما كيخرجش فلوسه ربما كيخرجش فلوسه نهائيا. مثلا الدجاج كان كي على الاقل خصو يتباع ب 9 دراهم 10 دراهم ولا كيتباع ب 6 درهم يعني لا يعقل. لا انا كاين الكوري اللي عنده شي شويه ماشي داك واحد ما عندوش واحد النيفو طالع بزاف باش يواكب هذاك وكيتضرر بزاف. يعني شنو نقول لك الدجاج دابا الاسباب ديال الغلا ديالو اللي كاينه دابا هو سلعه قليله وهو اللي خلى الثمن تيطلع. ملي كيكون الدجاج موجود راه كيكون الثمن مرفوق. دابا الدجاج ملي طلع راه فيه واحد المشاكل اللي كانوا الناس اللي كيربيوه راه نتوما تضروا الله يكون في العون الجميع. الغلاء اثر على المواطن ولا القدره الشرائيه مرتفعه ما بقاش قاد يشري ثلاثه الفرارج ولا اربعه. العود فاش غيدي ثلاثه الفرارج ولا كيدي واحد لان الثمن طالع عليه شويه. وهذا تيرجع عاوتاني للسبب ديال الجائحه. تنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفعها علينا. اللي خلى الناس حتى هما يزيدوا يتخوفوا من بزاف د الحوايج الاكتضاض بزاف تيبغي يحاول ياخذ داكشي على قد الحال. وهذا راه قطاع حيوي في البلاد اللي غادي يشريها الدرويش هي الدجاج والبيبي اللحوم البيضاء هو اللي رخيص عندنا هنا في البلاد. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الباب ترجع الامور كيف ما هي و لا ضر لا ضرار للجميع.